السلام عليكم الأصدقاء، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة بيجيون ستيمو فلوغ. هذا الفيديو هذا مفاجئ، جاء على غفلة الخوت، بغيت هذه الحمامة هذه مسكينة، ما عرفتش السبب اللي تهرست، لقيتها مهرسة من رجليها. شنو هو السبب؟ ما عرفتش شنو هو السبب أخوتي، قلت علاش لا اللي ما نديرش معكم هذا، بغيت ندير واحد نجبر عليها الرجيلة ديالها. قلت علاش لا خوت اللي ما صورش معكم هذا الفيديو هذا ونستافدوا كاملين. انا هذا الفيديو غير شفت واحد خونا، دخلت اليوتيوب لقيتهم تي الطريقه اللي كيعالجوا بها هي الطريقه اللي غنوريكم دابا. قلت علاش لا ما نشاركهاش مع الاصدقاء اللي داخلين عندي في القناه. اذا اخوتي اللي اول مره غيشوف هذه القناه ما ينساش يتابونا وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش لي لايك الخوت وشي كومونتير تحفيزي، واللي بان لي شي ملاحظه ولا شي غلط يعلمني به قبل ما يفوت الفوت باش نعاود نجبرها. هاد الحمامه تبارك الله كما كتعرفوا اخوتي هادي انت واد العنبر مع الذكر ديالها. هو الذكر ديالها اخوتي، هو الذكر ديال العنبر حتى هو تبارك الله مليح، وتبارك الله صلاحي راه عطيهم وليدات ديال البولو. تبارك الله راه صلحوا لي الوليدات ديال البولو، ها هو واحد ها الاخر ها هو في الوشي. تبارك الله راه كبروهم اللهم بارك، ها هو انا برك طلعوا لي البولو. اذا اخوتي تحيه لجميع الموالفين فيما كانوا داخل الارضوات. اذا اصدقاء ديالي سمحوا لي رقطع لي التليفون، تحيه للموالي فيما كانوا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن، وواحد الشكر خاص للاصدقاء اللي وصلوا القناه وصلوها الالف ابوني، تنشكركم اخوتي جزيل الشكر. ونتمنى اخوتي تزيدوا الدعم والقناه اكثر باش تزيد تطلع ان شاء الله اخوتي. ما تنساوش لي لايك اخوتي باش الفيديو ديالنا يزيد يطلعوا ويبداو يطلعوا في الروشاش. اذا اخوتي تابعوا الفيديو الطريقه كيفاش غادي نعالجوا الكسر ديال الرجل ديال هاد الحمامه هذه. اذا الخوتي نديروا واحد التجربه كما كتشاهدوا معايا، واحد التجربه كنت شفتها في اليوتيوب، شي اخوان داروها عالجوا بها الكسر ديال الرجل ديال الحمامه. نجربوها على الله تصدق لينا، باش الرجليه ماشي هي كتبقى تخلي الرجل مجموعه باش مت باش تجبر. عندنا جوج كريطنات بحال هكايا صغيورين، نلويهم على هاد الشكل هادي جوج، وكنجمعوهم هكا على المكان المهرس وكنسكوتشيوهم بالسكوتش. صافي هادشي اللي كاين. نديرو واحد التجربه نجربوها على الله تصدق. ايوا خص لي يشد معايا، اش غدير؟ بس دير بوز. دابا خصنا واحد اللي غيشد معانا ضروري كما كتشاهدوا باش نخدموا، لان الا خدمت راسي ما غتبرزتني ما غتخلينيش تقبض لي الحمامه هكا. هاكا كنبيعها مع الكاميرا. فين هي الرجل المهرسه؟ هي الرجل عندها كسر، هانتوما كما كتشاهدوا. كنشد هاد الطرف تنديرو من التحت، الطرف الثاني فين هو؟ الطرف الثاني طاح، كنشد الطرف الثاني تنديرو من الفوق هاكا هاكايا، ناخد السكوتش بحال السكوتش بعدا. إذن الأصدقاء، أسعد ما مساليش بلاتي وغيجي. إذن الأصدقاء كما كتشاهدوا معنا كيشد واحد معنا، كيشد معنا الحمامة، وكنشد هاد جوج كريطنات هادو. كريطينة كنديرها من الفوق، كنديرها من الفوق، الأخرى كنديرها من تحت هكا على هاد الشكل هذا، وكناخد السكوتش ندير السكوتش هاكا، نجيب السكوتش نحلو. انت شاد معايا وما خلاتنيش، ما بالوك بوحدك، بوحدك راه ما يمكنش تخدمها. دير من الحبه هذا، لو انك ما ديرهمش في الجناب، دير وحده من جهه الكعب وحده ديرها من القدام بهذا الشكل هذا، وشويه الحمامه باش ما ناديوهاش. ها
تما نتوما شد لي هاد الرجل هادي شدها هادي شدها عندك ها هاك متحلها شد زعزع شوية من هادي واش الخوت هاكا وحدة تكون من التحت وحدة تكون من الفوق بهذا الشكل هذا نحلو سكوتش كما كتشاهدوا نلوي على هذا السكوتش الاول بعدا نلوي على الطرف الاول هكا بهذا الشكل ونقطعو تحسب تلويو عليهم بجوج دقة ولكن ما خلاتنيش قلت ارا ندير هكايا نزيد على هادي او تاني هذا غنديرو ليه تا هو هاد الشكل هذا سير سير شد جل شد جل ونتابعو مع الرجل هانتوما الخوت بهاد الطريقة تصور زعما هانتوما الأصدقاء كما كتشاهدوا هاي درنا ليها هاد سميتو الكرطونة ملونة على الرجيلة ما عرفتش السبب باش تهرسات الله ما عرفتها بانت ليا السيده هز رجليها قلبتها لقيتها مهرسه وغادي نشد المقص ونقطع هذا الشيء هذا اللي زايد من هنا نحاول هذا هو اللي زايد من هنا غنحاول نقطعو باش الرجل تبقى محطوطه هاديه هذه الطريقه الخوت نتمنى تكونوا استفدتوا شويه ونلقاوكم في شي فيديو اخر ان شاء الله غنخرجوا الحميمات نتولعوا بهم شويه نلقاوهم يطيروا شي شويه يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما كتشاهدوا معنا الخوت الحميمات طلقتهم خرجتهم خاطيتهم الماكله باقي فيهم جوج كنبغيش نكثر لهم الماكله نطويت السطح نطويت السجنه من الداخل هانتوما ايوا السجنه ديال الفراخ راني خويتها هانتوما كما كتشاهدوا معنا الخوت صافي قررت الفراخ غادي نديرهم غير في اقفاص هانتوما راه دايرين الحول هنايا صافي راه السجنه ديال الفراخ هي هادي كانت هنا كاين الفراخ وخوينا خويت هاد البيت هذا راه دايرين فيه الحولي ديال العيد الخوت اللهم بارك الخوت سير سير رجع الله سير سير رجع الله سير رجع الله راه هذا ما كان الخوت هذه هي السجينه ديال الفراخه كي كانت في الاول اللي عقلت عليها سير 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 رجع بغى يخرج بان لي الباب تحل وبغى يخرج هذا ما كان الخوت الفراخ راه رديتهم انا نوريهم لكم درتهم في الاقفاص درتهم في القفوصه الخوت هاهما في الدروج الخوت كما كتشاهدوا معايا سير 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 لمك سير كما كتشاهدوا انا الخوت الكوبي ديال المهم الفرخ هادو كامل اللي كانوا داخل في السجن راه ما خرجتهم هاد الفرخ هاد المقنين راه ما عمر دار في القفص جبتو ديريكت طلقتو في السجن دابا راه جا غريب القفص هذا قفص كبير اخوتي ادير له وجده ادير الشجر هذا ما كانش عندو شي باب اللي كنت منه
انتم الخوت اللهم بارك. نسخر الجميع. صافي قررت غنقص الفراخ نحيدهم غنخلي غير شي كوبل المقنين نحيد كاع الكانار تما غنحيدو. هذا ما كان الخوت هذا اللي كاين الخوت. يلا خوتي نخليكم مع الحميمات. كما كتشاهدوا اخوتي الرولي تاع الحيه غادي ندخل لداخل نوريكم الداخل. قلت اني باقي ما كملتش السجنه هذا الكوبل السيفيانو اخوتي. اللهم الله مبارك انتم اخوتي. لا ديطان عمر درت لهم لتحت. هاي الكوبل ديال ديطان اخوتي. الفريخات ديال السيفيانو سديت عليهم هنا حيت كنت كنشطف كنيطويه نسد عليهم هنا. هانتوما الخوت شنابر كيولاو ديال سيفيانوس. هانتوما الخوت تبارك الله اللهم بارك. هادو وليدات سيفيانوس اخوتي غادي يكبروا. واحد راه خارج كحل لوين عزي وهذا راه فيه القاديطان والبولو. هذا راه فيه القاديطان والبولو الوين ديالو تا هو زوين داير بحال الدفلي ولا ما عرف داكشي بحال وزغي. وهادو اللي معاه راه شنابرات ديال سيفيانوس. باقين عندي اخوتي شنابر ديال شنبورد سيفيانوس راهو باقي صغير راهو ف سميتو حتى نبغي ندير ليه الباك ونصورو ليكم. و شنابر ديال الخينيسي تا هما يا تندير لهم باك ونصور. ما عندي واحد المفاجاه اخوتي ما وريتهاش لكم في داك الفيديو اللي فات نسيتها. هانتوما الخوت انا خوتي واحد المفاجاه زوينه تعجبكم. اللهم بارك اخوتي. هادو شنيبرات ديال العنبر. هذا خارج بحال بواه تماما نقشر الحوت. وهذا عرفتي شحال وانا كنتسنى هاد اللوين. هذا غيخرج كحل يخرج الجيلي ديالو كحل عرفتي مدة وانا كنتسنى هاد اللوين. هذا هو سخر فيه الله العظيم. وهذاك راه بحال بواه تماما. اللهم بارك اخوتي الله يسخر الجميع. ردهم لبلايصاتهم باقيين صغيورين. هادو نتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. هنا راه كاينه نتيوا قرقع على البيض ديال القاديطانو والبولو. الله يسخر الجميع. وليدات ديال البولو اخوتي هما راه كبروا حتى هذا راه تبارك الله خارج وزغي. واحد وزغي وواحد دفلي. اللهم بارك اخوتي الله يسخر الجميع. يلا اخوتي تهلاو ليا فراسكم تسناوني في فيديو جديد.